وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق المكرمة، بلد الله الحرام، والبقعة التي اصطفاها عز وجل لتكون مقراً لبيته المعظم ومقصداً لملايين طلاب رحمته ومغفرته. لا يوجد كما يؤمن كل المسلمين أقدس من هذه البقاع الطاهرة، فهنا الكعبة المشرفة، بيت الله الحرام في الأرض كما البيت المعمور في السماء. وفي الكعبة نفسها الحجر الأسود أو يمين الله في الأرض، والذي يشير كثير من المصادر إلى أنه نزل من الجنة. وليس بعيداً عن الكعبة المشرفة مقام إبراهيم، الذي يقال إنه هو الحجر الذي كان يرتفع بإبراهيم عليه السلام أثناء بنائه الكعبة المشرفة. وغير بعيد عن المقام يوجد ماء زمزم الذي استمر في الفيضان أكثر من 4000 عام إلا قليلا. هذه هي مكة المكرمة، وهذا بيتها الحرام الذي أمر الله تعالى المسلمين بالحج إليه لمن استطاع سبيلا. وتأسيسا على تاريخ بناء الكعبة المقدر بملايين السنين، يمكن القول إن الحج هو أول أمر عبادة في التاريخ، بدأت بإبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. وهناك من يرى أن فريضة الحج إلى مكة كانت قبل بناء إبراهيم عليه السلام وابنه الكعبة المشرفة، فكثير من الإخباريين يشير إلى أن آدم أبا البشر هو أول من حج. وتشير المصادر التاريخية إلى أن آدم عليه السلام حينما حج قال: يا رب، إن لكل عامل أجره. فقال عز وجل: أما أنت يا آدم فقد غفرت لك، وأما ذريتك فمن باء منهم بذنبه غفرت له. وحينما انتهى آدم عليه السلام من حجته قابلته الملائكة وقالت: مر حجك يا آدم، قد حججنا هذا البيت قبلك 2000 عام،
فسألهم: وما كنتم تقولون؟ فقالوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال: زيدوا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. تورد المصادر التاريخية معلومات كثيرة عن الحج، منها ما يشير إلى أن آدم عليه السلام حج 40 حجة إلى مكة آتيا من الهند، واستمرت مسيرة الحج مع آدم وبنيه، فيقال إن آدم وإدريس طافا بالبيت العتيق، لكن الأنبياء ما بين إدريس وإبراهيم كانوا يطوفون بربوة مكان البناء الذي أقام عليه إبراهيم الكعبة. وقد أشار إلى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان في عسفان، وهي منطقة أقرب إلى مكة المكرمة منها إلى المدينة المنورة، وسأل: ما هذا الوادي؟ فقيل له: عسفان. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا واد مر به أخي هود وأخي صالح. ما يدل على أن بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يقوم إبراهيم وابنه ببناء الكعبة المشرفة. واستمرت الحياة رتحا من الزمان إلى أن أتى أمر الله لإبراهيم عليه السلام بالارتحال بزوجته هاجر ورضيعها إسماعيل إلى مكة، حيث الوادي غير ذي الزرع. كان أمر الله لإبراهيم عليه السلام سببا رئيسيا في تغير الحياة في الأرض المسمات بمكة، فقد حل بها إسماعيل عليه السلام وأمه إيذانا ببدء الحياة فعليا فيها، بعدما كانت منطقة عبور لقوافل التجارة ما بين جنوب جزيرة العرب وشمالها. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ونبعت زمزم بأمر الله تحت قدمي الصغير إسماعيل بإذن الله، وجاءت قبيلة جرهم العربية وطلبت من هاجر مجاورتها السكنى في مكة، حيث الماء الشحيح في تلك المنطقة. ومرت السنوات وكبر إسماعيل عليه السلام وتعلم الحديث بالعربية من جرهم الذين تزوج منهم دون أن يكون قد رأى أباه منذ طفولته، لكن إبراهيم عليه السلام زار ابنه ومعه التكليف العظيم ألا وهو بناء الكعبة المشرفة. لكن الغريب في الأمر هو أن الأب وابنه استطاعا التفاهم وتنسيق البناء، كون إبراهيم عليه السلام كان يتكلم السريانية ثم العبرانية بعد عبوره إلى الشام، فيما كان إسماعيل يتحدث العربية التي تعلمها من قبيلة جرهم العربية. واستجاب إسماعيل عليه السلام وبدأ في مساعدة والده المكلف بناء بيت الله من جديد. تقبل منا
السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وبحسب النص القرآني الكريم فإن إبراهيم عليه السلام لم يبدأ البناء من الصفر، بل إنه رفع القواعد، ما يشير إلى أن بناء سابقا للكعبة المشرفة حدث قبل بناء إبراهيم عليه السلام، وهو ما يشير إليه العلماء ببناء الملائكة للكعبة. وتتواتر روايات الإخباريين عن أن إبراهيم عليه السلام حينما انتهى من رفع قواعد الكعبة المشرفة أمره الله عز وجل بالأذان بالحج، فقال إبراهيم: يا رب، ما يبلغ صوتي؟ فارتفع به الحجر الذي كان يقف عليه أثناء بناء الكعبة حتى أصبح في مكان أعلى من جبال مكة، وقال: إن الله يأمركم بالحج فحجوا. وتشير الرواية إلى أن نداء إبراهيم بالحج وصل إلى الأرحام والأصلاب لمن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة، لكن إبراهيم عليه السلام لم يكن يعرف كيف يحج، والقرآن الكريم شرح ذلك في قوله تعالى: وأرنا مناسكنا، فأراه الله المناسك، كما يقول الإخباريون عن طريق جبريل عليه السلام. ويقال إن جبريل عليه السلام حينما أخذ إبراهيم إلى عرفات قال له: عرفت؟ ومن هنا سميت عرفات. فيما تشير روايات أخرى إلى أن التسمية أتت من لقاء آدم وحواء في عرفات. وفعلا تعلم إبراهيم مناسك الحج وعلمها لابنه الذي بدوره علمها لأبنائه وأحفاده وعشيرته التي كبرت في مكة المكرمة. واستمر الناس في الحج بحسب المناسك التي توارثوها عن إبراهيم عليه السلام في الوقت الذي تعززت فيه مكانة إسماعيل عليه السلام وأبنائه من بعده بصفتهم كبار وأمراء مكة المكرمة. وتذكر المراجع التاريخية من أبناء إسماعيل عليه السلام ابنين هما نابت وقيدار. الأول ذهب إلى شمال الجزيرة العربية واستقر هناك، وأما قيدار فاستمر في حكم مكة ما شاء الله من الزمن، هو وأبناؤه الذين كان منهم عدنان ومعد جدار رسول محمد عليه الصلاة والسلام فيما بعد. ودار الزمان دورته على قبيلة جرهم التي كانت أول قبيلة تسكن مكة، وانتزعت قبيلة خزاعة منها مقاليد الرئاسة والحكم هناك بعدما تحولت بفعل الحج إلى مدينة اقتصادية وتجارية كبيرة في الجزيرة العربية. وكان من حكام قبيلة خزاعة التي أدارت الأمور في مكة في تلك الفترة سيد منهم يدعى عمر بن الحي الذي سافر إلى الشام في تجارة له، فرأى الناس هناك يعبدون الأصنام
التي لم يكن قد رآها قبلا في جزيرة العرب، فأعجبتها وقرر جلب بعض منها إلى بيت الله الحرام لاعتقاده أنها قد تنفع أو تشفي من الأمراض. لكن عمر بفعلته تلك أسهم في عبادة الناس للأوثان والأصنام من دون الله، ما جعل مناسك الحج التي ورثوها جيلا بعد جيل عن إبراهيم عليه السلام يختلط بها الكثير من التصرفات التي لا تمت لحج إبراهيم بصلة، بيد أن ذلك لم يمنع من الاستعانة بما كان موجودا في حج إبراهيم عليه السلام وتحويره. فمثلا أضافوا على التلبية مفردات تحمل في محتواها الشرك الصريح، كما أن التغييرات التي أحدثها المكيون في الحج كانت كما يبدو ذات دوافع اقتصادية وسياسية بحتة. كما تشير المصادر قسمت قريش الحج إلى أنواع، منها الحمص الذي كان مخصصا لقريش وخزاعة وقبائل العرب إذ يطوفون بالبيت بلباسهم، أما الآخرون إما أن يطوفوا عرايا أو يستأجروا لباسا للطواف، بيد أن أكثر ما فعلوه كان يتمثل في أنهم لا يقفون بعرفة ولا ينفرون إلى مزدلفة، بل كانوا يقولون إنهم لا يعظمون إلا البيت الحرام ولا يخرجون للحج إلا مساء إلى مزدلفة. أما النوع الثاني فهو الطلس، وهو المخصص لأهل اليمن وحضرموت، كانوا لا يتعرون ولا يستعيرون ثيابا بل يحجون بثيابهم. أما النوع الثالث وهو الحلة فكان مفروضا على القبائل العربية الأخرى، يتصدقون بثيابهم قبل دخولهم إلى الكعبة ويستأجرون ملابس للإحرام من الحمص لاعتقادهم أنه لا يجوز الطواف بالكعبة بثياب أذنبوا وهم يرتدونها. ومن جديد بدا واضحا تأثير الأصنام التي جلبها عمر بن الحي في مناسك الحج، فقد كان الحجاج قبل الإسلام يسعون بين الصفا والمروة، لكنهم كانوا يتمسحون فيما أشواط السعي بآساف ونائلة، وهما الصنمان اللذان كانا موضوعين بين الصفا والمروة، ولم يكن الجانب الاقتصادي من جهته بعيدا عن الحج، فالجاهليون كانوا يمنعون أثناء فترة الحج التجارة والبيع والشراء، ولذلك كانوا قبل دخولهم المناسك يزورون أسواق العرب المعروفة آنذاك كما جنة وسوق عكاظ في الطائف وذي المجاز القريب من عرفات. ويتجلى بوضوح أن الحج في الجاهلية كان يتمحور حول قوة قريش ومكانتها بين القبائل، فضلا عن الاستفادة القصوى من زيارة الحجاج إلى مكة من الناحية الاقتصادية. وبذلك ضمنت قريش لفترة طويلة استمرار نفوذها وسيطرتها على القبائل الأخرى مستفيدة من وجودها بجوار البيت العتيق. واستمر نفوذ قريش في البيت الحرام ومكة المكرمة ككل فترة من الزمن حتى بزغ نور البعثة المحمدية على الأرض، لتتغير بعدها أحوال جزيرة العرب وأهلها تغيرا جذريا. وكما هو معروف فإن جل أهل مكة في بداية رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يكونوا مرحبين بها، بل وناصبوه العدا حتى اضطر إلى الهجرة إلى يثرب حيث المناعات والعزة من أهلها. وفي المدينة المنورة تغير كل شيء، فقد بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام تحقيق الانتصار تلو الانتصار على كفار مكة، وبالتالي بدأت الدولة الإسلامية التي كان يرسي عليه الصلاة والسلام دعائمها في المدينة تقوى شيئا فشيئا، حتى بدأت تنتشر في غالبية أرجاء الجزيرة العربية،
وبدأت القبائل تدخل في دين الله أفواجا. وما أن دخلت السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، حتى بدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في المدينة انتصروا أو كانوا ينتصرون على بقية كفار قريش. لكن الانتصار تجلى كاملا بعزمه عليه الصلاة والسلام على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام. ووفقا للمصادر التاريخية، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قرر في السنة العاشرة من الهجرة حج بيت الله الحرام، فنادى المنادي في المدينة المنورة، وعلم أهلها والمحيطون بها بنية الرسول، فاجتمعوا لخمس بقين من شهر ذي الحجة قاصدين حج البيت الحرام مع رسول الله. وبحسب الروايات التاريخية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أما الحجاج في المسجد النبوي الشريف وصلى بهم الظهر 4 ركعات، ثم اتجه بهم نحو ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة، وهناك صلى بالناس العصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي، ومن ثم دعاهم للتطهر والحلق استعدادا للحج مع رسول الله إلى بيت الله الحرام. منذ تلك اللحظات كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كيفية أداء المناسك وأنواع الحج، فمنهم من حج قارنة أو معتمرة حسب ظروف كل منهم. وبدأت من ذي الحليفة أعظم رحلة حج في تاريخ الإسلام بقيادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومنذ اللحظات الأولى لرحلة الحج كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو دائما المعلم والموجه لكل المسلمين من البداية في نية الحج والإحرام، وكيف أنه ليس ترك لبس المخيط فحسب، بل وترك محظورات الإحرام التي علمهم إياها رسول الله. ولم يكن ذلك فحسب، بل علم عليه الصلاة والسلام أصحابه وأمته التكبير بالحج في كل واد نزلوه أو صعدوا منه، فترتج تلك الأودية من قوة التلبية بالحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. لما وصل عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه والحجيج اتجه إلى المسجد الحرام، وكان أول ما فعله عليه الصلاة والسلام هو التهليل والتكبير والتلبية بالحج، ومن ثم الطواف بالبيت العتيق. واللافت كما تشير المصادر التاريخية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشير بعصا كان يحملها في اتجاه الحجر الأسود، وكان يعلم أصحابه وأمته من بعده أنه لا داعي للتزاحم والتنافس على تقبيل الحجر الأسود إذا كان في الأمر مشقة. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يطوف بالبيت العتيق رمل أو هرول في بعض أشواط الطواف رداً على كفار قريش الذين كانوا يقولون إن الرسول ومن معه أهلكتهم حمى يثرب،
وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت عدم صحة ذلك، وأن القادمين من المدينة المنورة إلى الحج أصحاء جاءوا إلى مكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام بهدوء وسكينة. ويشير كثير من كتب السيرة النبوية إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الحجاج بالهدوء والسكينة أثناء تأديتهم مناسك الحج، فهو بعد أن انتهى من الطواف صلى في مقام إبراهيم وذهب إلى الحجر الأسود وقبله، ثم احتضن الكعبة الشريفة ودعا ربه وهو في مواجهة البيت العتيق. وقبل أن يتجه عليه الصلاة والسلام إلى السعي بين الصفا والمروة توقف عند زمزم وشرب منها، وشرب أصحابه من الماء المبارك. واتجه سلام الله عليه بوجهه الشريف إلى الكعبة المشرفة وكبر وحمد الله، ثم انطلق بين الصفا والمروة كما فعلت أم إسماعيل عليه السلام هاجر وهي تبحث عن الماء. وبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من السعي خرج من المسجد الحرام وأقام بأعالي مكة المكرمة، وكان يؤدي عليه الصلاة والسلام الصلوات المكتوبة في المكان الذي كان يسكن فيه، ولم يصر على النزول والصلاة في المسجد الحرام تسهيلا وتعميما لحجاج بيت الله الحرام بالابتعاد عن المزاحمة أثناء أداء المناسك، والتي كثيرا ما تتكرر في الأزمنة اللاحقة. وما أن جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة حتى انطلق الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والحجيج إلى منى، وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ويسمى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة بيوم التروية، ويقال إن الاسم أتى من كون الحجاج كانوا يأخذون حاجتهم من الماء للارتواء به حتى نهاية شعائر الحج. وعلى الرغم من صغر مساحة منطقة منى، فإنه يروى عن ابن عباس قوله: إن منى تتسع للحجاج كما يتسع الرحم للطفل. كما أن المنطقة ليست غريبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن مكة، لكن الروايات التاريخية تشير إلى مسجد موجود حتى الآن هناك يسمى مسجد البيعة، وهو المكان الذي يقال إنه عليه الصلاة والسلام كان يعرض فيه على القبائل التي كانت تحج الإسلام، ولم يفز بذلك الشرف العظيم من القبائل في تلك المرحلة سوى الأوس والخزرج. وبعد نهاية يوم التروية انطلق ركب الحجيج وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، التي قال عنها: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. وخطب هناك خطبته الشهيرة الجامعة: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وقد بلغت، فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن
لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قضى الله أنه لا ربا، وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله، وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأن أول دمائكم تضعوا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مستردعا في بني ليث فقتلته هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه يطع فيما سوى ذلك، فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن من نسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأن عدة شهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متوالية، ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا، ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وأنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوا. تعلمنا أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين أخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ فذكر لي أن الناس قالوا اللهم نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وظل عليه الصلاة والسلام في عرفات، وجمع صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وعند غروب الشمس دفع بقوافل الحجيج نحو مزدلفة التي تعد منطقة وسطى بين منى وعرفات، التزاما بقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وفي مزدلفة صلى عليه الصلاة والسلام والحجاج معه صلاتي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم باتوا هناك على اختلاف بين العلماء في مدة المبيت. ومن مزدلفة انطلق الحجاج إلى منى مرة أخرى
حيث رمى الرسول عليه الصلاة والسلام الجمرات التي كان الفضل جمعها له، ومعه رمى الحجاج الجمار، وحلقوا وقصروا ونحروا الهدي. وتشير المصادر التاريخية إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة 63 إضحية، وترك بقية الأضاحي 100 للإمام علي بن أبي طالب لينحرها. وتسخر كتب السير بالقصص عن بعض الصحابة الذين كانوا يستفتون الرسول في أمور الحج، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أجزاك أجزاك، أو افعل ولا حرج، ميسرا عليهم وعلى أمته من بعده. وأكمل عليه الصلاة والسلام والصحابة مناسكهم، وعاد كل منهم من حيث أتى، خاصة من حضر مع رسول الله، عادوا معه إلى المدينة المنورة التي حينما رآها عليه الصلاة والسلام فرح واستبشر وقال: عائدون حامدون، لربنا تائبون. وتختلف المصادر في تحديد عدد من حج معه عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال إنهم 100,000 حاج، ومنهم من قال إنهم يصلون إلى 114,000 حاج. رأوا الرسول وهو يخطب في عرفات، لكن وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم تقتصر على الأمور الدينية المتعلقة بالحج، بل إنه عليه الصلاة والسلام رتب أيضا الأمور التنظيمية، فقد عين أميرا للحج، وحدد للقبائل مساكنهم حتى تعرف كل قبيلة منزلها في الحج، بحيث لا تحدث صدامات بين القبائل. وانتهت حجة الوداع التي بيّن فيها عليه الصلاة والسلام كل ما تحتاجه الأمة، ولم يلبث أن انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى بعدما ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وصار الخلفاء الراشدون بسيرته عليه الصلاة والسلام في شتى مناحي الحياة، ومنها الحج أيضاً، بيد أن المصادر التاريخية سردت الكثير من الحوادث المؤسفة التي جرت أيام الحج، مثل ما حدث عام 66 للهجرة عندما نصبت في الحج 4 ألوية، أحدها لعبد الله بن الزبير، وثانيها لابن عامر على الخوارج، وثالثها لواء محمد بن الحنفية على الشيعة، ورابعها لواء أهل الشام من مضر لبني أمية. ومثل ما حدث سنة 199 عندما حج الناس بلا إمام ولا خطبة بسبب التنازع بين ابن طباطبة والخليفة المأمون على مكة المكرمة. وما أن اقتربت سنة 314 للهجرة حتى بدأت نذر فتنة القرامطة تحيط بالحج، فقد توقف الحج العراقي 3 أعوام متتالية بسبب قطع القرامطة الطريق عليهم دونما يتوقف الحج. وفي عام 317 من الهجرة ادعى جيش القرامطة أنهم يريدون الحج، لكنهم في الحقيقة كانوا يريدون تخريب الحج تماشيا مع معتقداتهم الضالة والفاسدة. وحينما بدأوا بقتل الحجاج تصدى لهم أهل مكة والمجاورون لها، لكنهم خدعوا أهل مكة وقتلوا من الحجاج وأهل مكة ما يصل بحسب بعض المصادر التاريخية إلى 30,000 حاج.
ولم تكتفي تلك الفرقة الضالة عن الإسلام بذلك، بل إنهم مزقوا أستار الكعبة المشرفة وسرقوا بابها واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة وحملوه معهم لديار شرق الجزيرة العربية مدة تصل إلى 22 سنة حسب ما يرى بعض المؤرخين. وساهم الضعف السياسي الذي مرت به الدولة العباسية بعد عصرها الذهبي الذي انتهى بالمأمون أو المعتصم في تأثر الوضع الاقتصادي لأهل الحرمين الشريفين وما حولهما، الأمر الذي نشأت معه ظاهرة الأعراب الذين يقطعون طريق الحجاج مثلما حدث سنة 363 للهجرة عندما خرج جمع من الأعراب على الحجاج وقتلوا خلقا كثيرا منهم، الأمر الذي أدى إلى إبطال الحج في تلك السنة. ورغم الأحداث الكثيرة التي مرت على الحج منذ حج الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الحج ولا يزال وسيظل إلى يوم القيامة محط أنظار وأمنيات المسلمين في كل زمان ومكان، بيد أن الاهتمام بالحج وما يحدث فيه لم يقتصر على المسلمين، إذ إن كثيرا من المصادر التاريخية يشير إلى اهتمام من الأوروبيين بالحج ولأسباب مختلفة. وتحدد تلك المصادر سنة 908 للهجرة بداية لتوافد الأوروبيين على مكة المكرمة، إما للرسم أو التصوير أو تدوين المعلومات بشأن حج المسلمين، وإما أن يكون مبعوثا في رحلة استكشافية للبلاد العربية التي نشطت في تلك الفترة. ومن أبرز من أتوا في تلك المرحلة فارتيما الإيطالي الذي أطلق على نفسه اسم الحاج يونس المصري، أو الإنجليزيان ريتشارد إيرن وجوزيف بيتس، والدنماركي كارستن نيبور الذي وصل جدة سنة 1175. لكن ما يجمع كل هؤلاء كان عدم الدقة والمصداقية، كما أظهرت ذلك الكتب والمذكرات التي كتبوها عن مكة المكرمة. في المقابل يعد دومينغو ليبلخ أو علي بيك العباسي، كما أطلق على نفسه بعدما قال إنه أسلم، أول رحالة أوروبية رسم مكة المكرمة رسما ووصفا دقيقا. يقول ليبلخ الذي حضر الحج سنة 1221 للهجرة إن أكثر ما لفت انتباهه كما يقول نصا أن الشركسي يمد يد الصداقة للحبشي أو الزنجي من غينيا، ويعانق الفارسي المراكشي، كلهم ينظر بعضهم لبعض وكأنهم إخوة، واصفا عرفات وصفا دقيقا. وقدر بوكهارت عدد الحجاج سنة 1229 للهجرة بنحو 70,000 حاج، قائلا إنه لا يوجد على الأرض في موضع صغير كعرفات هذا التنوع في اللغات، أحسب أنها 40، ولا شك أنها أكثر من ذلك بكثير. واستمرت الزيادة المضطردة لحجاج بيت الله الحرام في النمو، إذ تشير المصادر إلى أنه قد حج عام 1370 للهجرة 100,000 حاج، ووصل العدد إلى 150,000 حاج، أي بزيادة تصل إلى 50%. واستمر العدد في الزيادة حتى أصبح يصل إلى 2,000,000 أو أكثر في السنوات الأخيرة. ويقف عدد من الأسباب وراء الزيادة في عدد الحجيج، فقد تطورت وسائل النقل وبالتالي سهل الوصول إلى الأماكن المقدسة. بيد أن العامل الأهم في زيادة عدد الحجاج كانت التوسعات الهائلة للمدينتين المقدستين
مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما مكن أعدادا هائلة من الحجاج على مدار السنوات الماضية من أداء حجهم بيسر وسهولة. لا شريك لك، لبيك اللهم.